بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ونحن في أيام مباركة نستعد فيها لأيام عظيمة، لأيام يغفر فيها الذنب ويضاعف فيها الأجر، وهي أيام شهر رمضان المبارك، حيث في ذلك الشهر يستعد فيها العبد للقاء الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال مختلفة ونوافل مختلفة، ومنها صلاة التراويح. سنتعرف اليوم على معنى صلاة التراويح ولماذا سميت بهذا الاسم وعلى حكم صلاة التراويح وعلى عدد ركعاتها وكيف تصلى وكيف وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بمعنى صلاة التراويح، وهي صلاة يؤديها المسلمون تطوعا في ليالي شهر رمضان المبارك بعد أداء فرض صلاة العشاء تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر والثواب، فهي صلاة خاصة للمسلمين وليست كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهي صلاة تطوع يؤديها العبد يبتغي فيها وجه الله سبحانه وتعالى ليرتقي في منزلته في الجنة يوم القيامة إن شاء الله، وهي خاصة في ليالي شهر رمضان وتؤدى بعد أداء صلاة العشاء، حيث تصلى صلاة العشاء 4 ركعات ويتبعها ركعتين سنة صلاة العشاء، ومن ثم تبدأ صلاة التراويح. ويشعر فيها المسلم وهو يؤدي هذه الصلاة لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليطلب فيه الأجر والثواب. وسميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأن الصحابة كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا، ثم يستأنفوا ويستكملوا صلاتهم. وبناء على التعريف، فوقت صلاة التراويح هو بعد فرض صلاة العشاء، وحكم صلاة التراويح هي سنة حيث داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة واقتدينا بهم من بعدهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح 8 ركعات، ويستطيع المسلم أن يؤديها أكثر من ذلك حسب استطاعته وقدرته. وتصلى صلاة التراويح ركعتين، حيث يصلي ركعتين ويسلم، ثم ينتقل إلى الركعتين بعدها مباشرة ويسلم، وبعدها ينتقل ويستريح بعد أن يسلم. ووصفت عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت: فلا تسأل عن حسنها وطولها. دل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة القيام، وصلاة القيام هي نفس صلاة التراويح. ننتقل إلى حال المصنف في صفحة 68. العبادات الآتية حسب صلاة الصلاة التي تتعلق بها تصلى بعد العشاء في رمضان هي صلاة التراويح. ركعاتها فردية هي صلاة الوتر. ركعاتها زوجية تصلى بعد العشاء في كل ليلة هي صلاة التراويح. بعد دراسة صلاة التراويح أحرص في حياتي على أن ألتزم بأداء صلاة التراويح ولا أزعج المصلين في المسجد. أنتقل إلى أختبر معلوماتي في صفحة 69. أكمل الفراغات الآتية بما هو مناسب. يؤدي المسلمون صلاة التراويح في ليالي الشهر رمضان المبارك. حكم صلاة التراويح سنة. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. صلاة القيام هذه الصلاة هي باء صلاة التراويح. 2. يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح 8 ركعات 20 ركعة أم جميع ما ذكر؟ جيم جميع ما ذكر. سؤال الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أصف كيفية أداء صلاة التراويح كما وردت في الحديث النبوي الشريف. يصليها المسلم ركعتين ثم يتبعها بركعتين الأخرتين ثم يسلم ويستريح من بعدها. السؤال الرابع. علم سبب تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم. لأن الصحابة كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم.
ننتقل الآن إلى الدرس 17 صفحة 70 من آيات سورة الملك. الآيات من 25 إلى 30 تحت عنوان رئيسي وموضوع رئيسي البعض الحق. ونبدأ بقراءة الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. معنى زلفى قريبة، سيئت أصيبت بالذل والخزي، يجير يحمي ويمنع، غورا ذاهبا في أعماق الأرض أي المياه الجوفية، بماء معين ماء ظاهر يسهل الحصول عليه. تتناول الآيات الكريمة البعض الحق من خلال ثلاثة مواضيع فرعية. الموضوع الأول من آية 25 إلى 26 وعنوانها الرئيسي يوم القيامة حق لا يعلمه إلا الله تعالى، حيث تبين الآيات الكريمة ما موقف الكافرين من يوم القيامة وهو الإنكار ليوم القيامة، حيث كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم بسخرية واستهزاء ويقولون له متى هذا اليوم إن كنتم صادقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم بأن موعد يوم القيامة لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك حكمة، وذلك إجابة لسؤال أفكر بصفحة 71. الحكمة من إخفاء الله تعالى موعد يوم القيامة حتى يكون المسلم مستعد دوما ليوم القيامة بعمله الصالح. وواجب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إدخال الناس في الدين بالإجبار، لكن واجبه اتجاهنا هو تبليغ الناس للإسلام والتحذير من اتباع الضلال وتذكيرهم بأن أعمالهم اليوم سيكون حصادها ونتاجها يظهر يوم القيامة. حيث أن الكافرين، وبذلك ننتقل إلى الموضوع الثاني، مشهد من يوم القيامة وحال الكافرين فيه في آية 27، حيث يظهر مشهد يوم القيامة للكافرين ويبين حال الكافرين بأنهم قد بعثوا من قبورهم ووقفوا بين يدي الله وحكم عليهم بأن مصيرهم النار خالدين فيها. وفي ذلك اليوم يظهر على وجوههم الحزن والكآبة ويصيبهم الذل والخزي، ويقال لهم هذا الذي كنتم في حياتكم الدنيا تنكرونه ولا تؤمنون بمجيئه. ويبين الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكريمة أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأمر الوحيد والسبب الوحيد للنجاة من النار يوم القيامة، والسبب للنجاة أيضا في الحياة الدنيا، حيث أن يوم القيامة هو يوم حق لا كذب فيه، وهو يوم سنبعث فيه جميعا للحساب على أعمالنا في الحياة الدنيا، وأن البشر جميعهم سواء كان مؤمن أو كافر، أبيض أم أسود، وهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤونهم. وبينت الآية في بعض الأمور التي نحتاج فيها الله سبحانه وتعالى ويظهر فيها نعمة من نعم الله، وهي الماء، حيث جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي، فهو عماد هذه الحياة وسبب
لاستمرار هذه الحياة على هذه الأرض. ننتقل إلى أناقش في صفحة 72، أناقش زملائي في بعض فوائد الماء. ومن فوائد الماء الشرب والاستحمام والزراعة والصناعة. بعد تدبر الآيات الكريمة أحس في حياتي على أن أؤمن بأن يوم القيامة حق، وأن الله تعالى هو وحده الذي يعلمه. 2، أتوكل على الله تعالى وأعتمد عليه في كل أمر. ونضيف، أحافظ على نعم الله ومنها الماء. ونضيف، توحيد الله تعالى لتحقيق النجاة من النار يوم القيامة إن شاء الله. ننتقل إلى أختبر معلوماتي في صفحة 73. السؤال الأول، أختار المعنى الصحيح لكل من المفردتين الآتيتين: سيئت، أصيبت في الدنيا والكذب، زلفة، قريب. السؤال الثاني، أرتب الكلمات الآتية لأحصل على جملة مفيدة تعبر عن نتيجة الإيمان بالله تعالى. والإجابة، توحيد الله سبب النجاة. السؤال الثالث، فرع ألف، أتأمل الآيات الكريمة الآتية وأجيب عن الأسئلة التي تليها: 1، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 1، من السائل؟ كفار قريش. 2، ما الوعد المذكور في الآية الكريمة؟ يوم القيامة. 3، ماذا علي أن أفعل لاستعداد لوعد الله تعالى؟ ألتزم بأوامر الله تعالى. الفرع الثاني، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ 1، من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. 2، من المسؤول؟ كفار قريش. 3، ما واجب اتجاه نعم الله تعالى؟ أشكر الله تعالى على نعمه وأحافظ عليها. ب، أتلو الآيات الكريمة المقررة غيبا، يجب على الطالب حفظ الآيات الكريمة المقررة في صفحة 70. السؤال الرابع، أبين مهمة الرسل عليهم السلام كما جاءت في الآية 23،